شباب لجوع. العبارة يا شباب. العبارة اخويا العبارة. في محاولة اقتحام الجيش الاسدي لحي بستان القصر. سادة التاريخ اليوم. تاريخ 13/12/2012 قامت جمعية التائب متواجدة في حي بستان القصر التقدم الى الخط الاول. وقام الجيش الاسدي بالفرار والهروب. وقعنا في همة الابطال اوقع في عدة قتلى والجرحى. هاي نحن هون في حي بستان القصر جايين يا بشار الاسد على نص اسرى. نحن هذول كلها احرار حلب وضيف حلب وضيف حلب تتائل جيش الحرب الغرب الاسلاميه. هذول اللي عم يحمونا وبيحموا اعراضنا. الله اكبر الله اكبر. اب خالد ومدرة صلاح الدين. سلام اخوي. نحن مرابطين في جبهة صلاح الدين. طلبوا الشباب في بستان الاسر مؤزرة في حال اقتحام الجيش النظامي لمنطقة بستان الاسر. بفضل الله تعالى تم تلبية الطلب من كافة المقاتلين في جبهة صلاح الدين. ونحن الآن في بستان الأسر قدمنا إلى هنا نقدم أرواحنا فداء لعزة الإسلام ولعزة سوريا. بإذن الله تعالى سوف ننتصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا الله. لبيك 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 يا الله. لبيك. سيدنا محمد تكبير. نحن امجاد صلاح الدين وسرايا خادم للوليد. نحن من ابطال صلاح الدين باذن الله جاهزين على تحرير بستان القصر وكلاب الاسد باكملهم. وان شاء الله جايينك يا بشار في نص قصر الجمهوري وبنص القرداحه باذن الله. تكبير. جايينا باذن الله. جايينك. والله اكبر الله اكبر الله اكبر. لجوع الدين. مركز